طبعا مشاهدينا وصلنا الى فقرتنا الصحيه. في مرض يسمونه مرض العصر، يعني مرض المزمن، دائما نتكلم عنه في برنامج بيتك تكرر الموضوع. ليش؟ لان احنا نحاول ان نحاربه وايدنا بيد الجميع للتوعيه لمحاربه هذا المرض. مرض السكر من اكثر الامراض انتشارا، هو مرض مزمن مثل ما ذكرت، تتعدد اسبابه واعراضه وطرق علاجه. راح كل هالامور ناخذها بتفاصيلها عبر الميكروويف من معهد دسمان للسكري مع استشاري امراض السكر ومساعد المدير العام بمعهد دسمان للسكري الدكتوره منيره العروي. حياك الله دكتوره وسعداء بتواصلك ويانا. يا هلا فيك وارحب فيكم في معهد دسمان للسكري. دكتورة طبعا احنا قاعد نتكلم عن مرض مزمن، لكن حابين نعرف مفهومه العلمي، التعريف العلمي اللي هو مرض السكر. نعم، مرض السكر مثل ما حضرتك تفضلت هو من الأمراض المزمنة اللي ينتج عن فقد أو ضعف هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين يفرز من غدة البنكرياس، والعمل أو الوظيفة الأساسية لهذا الهرمون هو التمثيل الغذائي للمواد السكرية، وبالتالي إذا ما قدرنا نتصرف في المواد، ما قدر الجسم يتصرف في هذه المواد السكرية راح ترتفع نسبة السكر في الدم، وبالتالي راح تطلع الأعراض المعروفة لهذا المرض. ولما نتكلم أنا عن عدم إفراز الأنسولين أو قلة إنتاج هذا الأنسولين، فمعناته أن في نوعين من أنواع مهمين من أنواع مرض السكر. النوع الأول وهو أن الجسم يكون غير قادر على إفراز هذا الهرمون، وهذا ينتج عنه ارتفاع السكر في الدم، وهو يحتج غالبا ينتج يعني يصير بالأطفال والشباب. أما النوع الثاني وهو النوع اللي يكون فيه هرمون الأنسولين موجود ولكن أنه هو ضعيف، ويعني غير الجسم يعني ما يستجيب له، وهذا يعني يحتج في الكبار أو يعني ما بعد سن الأربعين. فإذا في عندنا نوعين مهمين من مرض السكر، غالبيتهم تنتج عن قلة إفراز الأنسولين، وهذا بالإضافة إلى أنواع أخرى. هذا فيما يتعلق بالأنواع. إذا تكلمنا عن الأعراض، أعراض نعم. المرض السكر اللي تعطي مؤشر بالإصابة، إذا قلت مثل ما قلت، إذا قل هذا الهرمون فإذا ما نقدر نتصرف، الجسم ما يقدر يتصرف في المواد السكرية، وبالتالي يرتفع السكر داخل الجسم. إذا يرتفع السكر داخل الجسم، من أهم الأعراض هو كثرة التبول، العطش الشديد، الإرهاق، التعب. إذا طولت المدة طبعا في هذه الأعراض راح يصير عندنا يضعف الشخص أو يعني ينزل وزنه، زيادة الالتهابات، يعني كثرة التعب والإرهاق بالنسبة للأشخاص، ويختلف طبعا شدته. بالأطفال ما تطول هذه الأعراض لأن يكون عندهم عدم إفراز هذا الأنسولين، فالأعراض تأخذ لها يمكن أسبوع أو أقل ويتشخص هذا المريض، ولكن الأمر يختلف بالنسبة إذا مريض سكر من النوع الثاني أو الكبار، أن الأعراض تأخذ لها وقت يعني طويل، أشهر أحيانا علشان تبين. وأحيانا يعني في هذا المرض من النوع الثاني الذي يصيب الكبار ممكن يعني ما تطلع عندنا الأعراض كذلك، ممكن يكون السكر مرتفع ولكن ليس الارتفاع اللي يبين عندنا هذه الأعراض. لذلك تلاقي نسبة كبيرة من المرضى يكتشف عندهم السكر بالصدفة، يعني مواسم الحج مثلا إذا سووا تحاليل يكتشف، أو إذا مريض دخل يعمل عملية أو شيء يكتشف عنده هذا المرض. المضاعفات دكتورة اللي تترتب على هذا المرض، خصوصا أننا ندري أن هذا المرض يضعف كثير من أجهزة الجسم. نعم، طبعا الكلمة اللي أنا أحب أوضحها أو الرسالة اللي أحب أوجهها حق الناس، أن مرض السكر ممكن أن المريض يتعايش معه بسلامة وبأمان إذا حافظ على مستوى السكر وانتظام السكر من بداية التشخيص، وخلى أنه يعني استعمل طبعا تابع كل الإرشادات اللي يقدمها للطبيب من ناحية يعني التغذية، ممارسة الرياضة، أو أخذ الأدوية، سواء الأدوية للنوع الثاني من السكر أو الأدوية الأنسولين اللي هي غالبا تكون النوع الأول. إذا
كل الدراسات العالمية أثبتت إذا إحنا يعني حافظنا على مستوى جيد من السكر طول فترة التشخيص فإن حدوث هذه المضاعفات أو حتى منعها ممكن. ولكن إذا ظل السكر غير منتظم لفترات طويلة فإن ممكن السكر يؤثر على كل جهاز من أجهزة الجسم. ممكن أقول لك يعني إنه هو السكر يعتبر المسبب الأول لفقدان البصر أو ضعف البصر أو حتى العمى في فئات عمرية صغيرة. هو المسبب الأول للفشل الكلوي، وبالتالي زراعة الكلى أو يعني استعمال البدائل. هو من المسبب للجلطات القلبية والجلطات الدماغية، يعني يؤثر على شرايين القلب وسرايين الجسم ككل، وبالتالي المريض السكر معرض للإصابة بالجلطات القلبية 3 أو 4 مرات أكثر من الشخص الغير مصاب، وكذلك يكون معرض للإصابة بالجلطات الدماغية 5 أو 6 مرات أكثر من الشخص العادي. مرض السكر يؤثر على الشرايين ملوة القدم، فممكن يكون قلة تدفق الدم إلى القدم بالإضافة إلى تأثيره على الأعصاب الطرفية، وبالنهاية يؤدي إلى التجرح وتقرحات القدمين، وبالتالي ممكن يؤدي إذا يعني ما تداركنا الأمر إلى بكر القدمين. ممكن نقول إن مرضى السكر معرضين إلى تقرحات القدم والبكر بمعدل يمكن 15 مرة أكثر من الشخص الغير عادي، هذا بالإضافة إلى طبعا الدمامل، الالتهابات، التهابات البولية وجميع أنواع، يعني كل جزء من أجزاء الجسم ممكن يتأثر إذا السكر ما كان منتظم. ولكن أرد أكرر بالانتظام واتباع الإرشادات ممكن أن هذه المضاعفات تقل، وإذا حدثت تحدث بصورة خفيفة. دكتورة قاعد تتكلم عن مرض فتاك، هذا يعني تقريبا كل الأمور المؤدية إلى انهيارات الجسم إلى الوفاة أحيانا يعني سببها تقريبا السكر. هو طبعا احنا ما نقدر نقول فتاك لانه في 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 الى علاج، يعني صح ما قدرنا نلاقي له شيء يعني يقطع حدوثه، ولكن مثل ما قلت لك مدى ما التزم مريض السكر بالارشادات اللي احنا معطينا، اوكي ضبط السكر، اتبع نظام غذائي، مارس الرياضه، اخذ ادويتك وعلاجك، حلل باليوم، هالمضاعفات كلها ترى ممكن ان المريض يعيش عيشه طبيعيه سليمه من غير ما يكون لها اي مضاعفات. فيعني هذه نقطه مهمه ده المريض يعني يعرفها، ودائما احنا نقول لهم مرض السكر اذا صاحبته وصادقته راح يكون صديقك، لكن اذا عانته ممكن يعني يسبب لنا هذه المضاعفات. هني يكون فتاك، اذا عانته يكون فتاك. طبعا. لكن دكتورة احنا نشكرك، واحنا يعني سعداء بامثال حضرتك لما يكون يعني وايضا حدث مال السكري في التوعية لهذه الامراض او المضاعفات لهذا المرض. نعم. فقواكم الله. هو طبعا احنا هدفنا في مركز دسمان ان علاج مرض السكر ومنع حدوث مضاعفاته عن طريق برامج التوعية والتثقيف والتدريب وبرامج الأبحاث المتعلقة بمرض السكر. فمريض السكر يجينا هنا يعني هو أو العيلة، يعني كل العيلة يعني ليس شخص واحد، يتعلم كيف يتعايش التعايش السلمي مع مرض السكر. عندنا دروس كذلك يعني للتغذية، في دروس مطبخ صحي يعني يجون المرضى مع الكيف الموجود عندنا يطبخ يعلمهم أو قدامهم طبخ حي على المواد يعني على أو الطبخات الغذائية، إيش كثر فيها سعرات حرارية، إيش كثر فيها دهون، إيش كثر فيها هذه الأشياء فيها. عندنا كذلك برامج رياضية والنادي الصحي لمرضى السكر، هذا بالإضافة طبعا إلى العلاج. ممتاز، يعني نقول قواكم الله ونشد على يدكم. شكرا دكتورة منيرة على وجودك معنا. الله يخليك، شكرا. كل الشكر لك.